بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات حسن خطك العجيب مع أحمد غريب في خط الثلث. وهنتكلم النهاردة عن حرف السين. نبدأ مع بعض نشوف السين المفردة بتكتب ازاي. أول حاجة هنعمل السنة الأولى للسين بالشكل ده، وبعدين نعمل دوران كده، وبعدين هتيجي من هنا هتعمل السنة التانية، سن الكميلة كده، وتفتح الدوران شوية، قوس كده بيكون واسع، وتنزل هنا زي رقم واحد، وتيجي من هنا هتنزل مايل بدوران، وتهيأ نفسك هنا للصعود وتطلع بدوران لفوق. الفراغ اللي هنا بيكون بمقدار نقطة، وهنا نقطتين، والسن هنا بتكون متجهة ناحية اليمين لأعلى، وهنا دي مقاسها نقطتين، وهنا ارتفاع السين أو النزول اللي هننزله بيكون نقطتين، وهنا كاسة السين بتكون 5 نقاط. تيجي هنا في الجزء ده وتبتدي تهيئ نفسك للصعود لأعلى، يعني 3 نقاط وبعد كده تطلع لأعلى. طيب نكتب السين كده مرة تاني، ادي اول سنة اهي، والسنة التانية بتكون مايلة، وهنا المسافة بتكون كبيرة شوية بمقدار نقطتين زي ما قلنا، وتنزل بالكاسة وتهيأ نفسك كده للصعود وتطلع لأعلى. ده كده حرف السين او الشين. في شكل تاني لحرف السين، هنيجي هنا من فوق هنعمل دوران بالشكل ده، دوران بسيط كده كأننا هنعمل حرف الباء، بس هنا بتكون كبيرة شوية، وتيجي هنا تنزل برقم واحد وتعمل كاسة حرف السين، اهو بتنزل وبتهيئ نفسك للصعود وتطلع لفوق، وتيجي من هنا تعمل الشرطة دي، التقوس ده عامل زي بداية حرف الكاف، الجزء الأولاني من السين عامل زي بداية حرف الكاف. ولو عملنا خط من هنا من الجزء ده لهنا للآخر، هتلاقي العمق هنا نقطتين، وهنا اتساع نقطتين، وطبعا دي هنا نقطتين، ودي 5 نقاط. طبعا دي سين أو شين. والشكل ده من حرف السين أو الشين اسمه سين مرسل. تعال نشوف مع بعض السين في أول الكلمة هنكتبها ازاي. طبعا هنكتب السين مع جميع الحروف، ادي أول سنة والتانية، وبعدين هنطلع بحرف الألف، السين مع الباء، طبعا هنا 3 سنون، وبعدين الباء، طبعا باء او تاء او ثاء، هنا مع حرف الجيم، ادي السنة الاولى والتانية التالتة، بص تعملها كده زي 8 قنطرة، وتعمل الجيم من تحتها بالشكل ده، هنا جيم او حاء او خاء. السين في خط الثلث شبه السين في النسخ شوية. طيب هنا مع حرف الدال تطلع كده لفوق وتنزل، ادي حرف الدال او الزال، وهنا مع الراء، بص هنا سنة السين بقى هتتغير، هنعملها بتقوس كده من فوق وننزل بالراء بالشكل ده، دي اسمها راء مدغم، خدناها الدرس اللي فات. وهنا بص هنا سنة السين عملناها مع الراء بالشكل ده كده، وهنا مع السين مع السين عادية خالص مفيهاش أي صعوبة.
والسين مع صاد وهنا مع حرف الطاء. عاوزك تاخد بالك من شكل الحروف وهي بتتكتب، تمام؟ هنا مع العين وهنا السين مع حرف الفاء، هتيجي من هنا تطلع مستقيم كده لفوق وبعد كده تلف وتنزل تعمل الفاء على السطر، والسين مع حرف القاف، ادي هنا الثلاث سنون وبعد كده ادي هنا القاف وتنزل بكاسة القاف تحت السطر. السين مع الكاف هنا تطلع كأنك طالع بألف، وتيجي هنا من قبل الآخر هتعمل زي حرف الباء بالظبط، وهنا شارة الكاف. السين مع اللام زي ما عملنا في الكاف هنعمل مع اللام، تطلع فوق كأنك طالع بألف بس هنا هتنزل شوية تحت السطر، وهنا حرف السين مع الميم هتعمل سنة السين كده قنطرة لأن الميم هتيجي من تحت بالشكل ده. في أشكال كتير لحرف السين مع الميم، تعالى كده نشوف الشكل التاني. تعمل السين عادية خالص ثلاث سنون، وهنا بقى تاخد مد أو كشيدة بالشكل ده وتعمل الميم كده مطموسة وتنزل بيها وتطلع تاني بدوران. في شكل تاني السين أهي، وهنا تنزل الجزء ده كده والميم تحت السين. في شكل تالت رابع قصدي، هنا السين وتعمل قنطرة وادي الميم تحتها. شكل خامس هنا السين اهي قنطرة والميم تعملها بالشكل ده، يبقى في كذا شكل للسين مع الميم. هنا السين مع النون سين عادية خالص وتعمل النون كاسة تحت السطر. سين مع حرف الواو اهي تحت السطر، وهنا حرف السين مع الهاء في آخر الكلمة أو التاء مربوطة بالشكل ده، وهنا مع حرف لام ألف كأنك طالع بألف عادية خالص وتنزل وتعمل لام ألف بالشكل ده. هنا مع الياء تعمل كده السنة التالتة قنطرة وادي الياء وتنزل مايل وتطلع كاسة الياء. في شكل تاني للياء، هنا سين مع الياء تعمل القنطرة وبعدين تعمل الياء دي اسمها ياء رجعة بالشكل ده. طيب نشوف بقى السين في وسط الكلمة، هي ما فيهاش كلام كتير، السين هتبقى ثلاث سنون عادية خالص. نكتب مثلا حسن، ادي الحاء وادي سنة السين الاولى والتانية، وتاخد مسافة صغيرة كده بين السنة التانية والتالتة وبعدين تعمل كاسة النون، لان قلنا وسع السنة الاولى نقطة ووسع السنة التانية نقطتين، وطبعا ما تنساش التشكيل. ادي السين في وسط الكلمة. نشوف مثال تاني، هنا كلمة مسجد، ادي الميم تعمل السين اهي ثلاث سنون، هنا تعمل بقى قنطرة صغيرة كده والجيم هنكتبها من تحت السين، تنزل وهنا تطلع لفوق تعمل حرف الدال أو تنزل من قبل الآخر كده خط مايل وتطلع بدوران. آدي السين في وسط الكلمة.
ونحط التشكيل، هنلاحظ هنا ان حرف السين ما تغيرش، بيكون زي السين في اول الكلمة. نشوف اخر حاجة معانا، حرف السين في اخر الكلمة، طبعا ممكن يجي متصل او منفصل. نشوف مثال هنا، كلمة شمس، ادي هنا الشين في بداية الكلمة والميم هتكون تحتها بالشكل ده، السين بقى هنا هتكون متصلة، تعمل ثلاث سنون عادية خالص، وكاسة السين تحت السطر. نحط التشكيل، نشوف الشكل التاني لو جت السين في آخر الكلمة منفصلة. ناخد كلمة حرس، ادي الحاء وتنزل بالراء وتطلع، السين بقى هنا هتكون منفصلة مش متصلة بأي حرف خالص، زي السين المفردة بالظبط، وتنزل بكاسة السين تحت السطر. ادي كده حرف السين في آخر الكلمة، يبقى المتصلة زي المنفصلة، والاتنين بيكونوا مثل السين المفردة. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة في حرف السين. يا رب أكون قدرت أوصل معلومة صح، ولو في أي ملاحظات أو أي سؤال اكتب لي في التعليقات وإن شاء الله أجاوب عليكم. كان معكم أحمد غريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.